القفزة الأولى. قفزة باش تكون كازاماتسو دبل تويست أنا هالف. درجة صعوبة 15.20. تركيز اللاعب وانطلاقه في القفزة. ما كانش متوفق اللاعب جو فريزر. يعني شاهدنا إيغور راديفيلوف من أوكرانيا، يعني عنده ميداليات أولمبية ميداليات عالمية، وشوفوا لهنا يعني صارت لخبطة على مستوى الأيدي فوق الطاولة، وهناك انزلاق خفيف يعني على مستوى اليد اليمنى، مما يخليه يخفق في هذه القفزة تماما ويعمل قفزة أقل درجة صعوبة من اللي هو